بسم الله الرحمن الرحيم. عبد العزيز بوكاد، عن أولياء وآباء جمعية مدرسة جمعية الأحياء المجانية رحال المسكيني دار الشباب القنيطرة. هذه المدرسة تخصصت الأبناء الأحياء الشعبية في القنيطرة اللي ما عندهمش إمكانيات كبيرة باش يمشيوا للمدارس اللي كتخلص شهريا او سنويا. هذه البادره خداها السي منير مبارك لانه كيعز عليه ابناء الاحياء الشعبيه وبغى يرد الجميل للمدينه ديالو، لذلك هو خلق هذه المدرسه باش يمارسوا ابناء الاحياء الشعبيه الفقيره هذه اللعبه اللي هي محببه اليوم كيفاش تعرفوا محببة للمغاربة كلهم. هذه المدرسة كيصار عليها أطور على رأسهم السي مبارك اللي هو في نفس الوقت رئيس المدرسة ومؤطر مدرب، إلى جانبه أطور أخرى رياضية كتصار على تلقين الصغار هذه اللعبة وبشكل تربوي وأخلاقي ورياضي. بالنسبة للأوقات ديال التدريب هي الأربعاء والسبت ابتداء من الساعة 6:30 بالنسبة للصغار و7:30 بالنسبة للكبار. وطبيعة الحال هذا علاش خدينا هذا التوقيت، لأنه الظروف الدراسة ما كتسمحش وكنخليو فرصة للدراري أنهم يقراو ويديروا المراجعة ديالهم عاد يجيو. بغيت نشير على انه كاينه متابعه بالنسبه للدراسه ديال هاد الاطفال. السيد الرئيس تيسار شخصيا على استفسار عن احوال ديال الابناء ديالنا اللي كيمارسوا هاد اللعبه في المدارس ديالهم في اي مكان، وكيستفسرهم على نقاط القوه ونقاط الضعف قصد الاصلاح. بالنسبه للانجازات اللي قامت بها المدرسه، كنا نظمنا مجموعة من الدوريات، ودوري كان شاركوا فيه فرق من طينة فريق الفتح وباريس سان جيرمان وأكاديمية مكناس وأكاديمية محمد السادس وبطبيعة الحال للصغار، وكنا فزنا فعلا بهذا الدوري بعد ما تأخرنا في النهائي مع فريق باريس سان جيرمان وانتصرنا عليهم وخدينا الدوري. هذا بالإضافة إلى الدوريات أخرى محلية وخارج القنيطرة. وما آخر ما أنجز هو دوري دولي منظم هنا في قنيطرة في مركب الوفاء، وشاركوا فيه فرق جونا من إسبانيا، وهذا المجيء ديال هذه الفرق كان رد على الزيارة اللي كنا قمنا بها إسبانيا في السنة الماضية، وكان في إطار تخليد واحد الذكرى أليمة ديال الدوش، الأخ العربي الدوش في وفاة الإبن ديالو رحمة الله عليه بالمناسبة. واستغلنا الفرصة واستقبلنا هذا الفريق الإسباني اللي جاو ولعبوا وشاركوا معنا فرق من الرباط ومن الدار البيضاء ومجموعة من الفرق هنا في مدينة القنيطرة. كانت ممارسة رياضية شريفة استمتع بها الأطفال، وكان هناك تعارف معهم مع الإخوان أو الأصدقاء الإسبانيون والمغاربة، وداز في جو رياضي بديع. بالنسبة للآفاق ديال المدرسة، الآفاق ديال المدرسة احنا غادي نقوموا بزيارة لإسبانيا في شهر 6 إن شاء الله، ذلك تلبية للدعوة اللي وجهوها لنا الناس الإسبان نظرا لما وجدوه فينا من حسن استقبال وحسن الضيافة، وكذلك المستوى ديال الفرق ديالنا اللي فعلا قارعوا مستوى الأطفال الإسبان. كما تعرفون اللي اليوم مذيع كبير في ميدان كرة القدم، ولذلك غادي نقوموا بعد الزيارة إن شاء الله في شهر 6. وبطبيعة الحال غادي نقوموا باحتكاكات محلية مع فرق لها حتى هي نفس الطموح، مع فرق سواء في الرباط ولا في الدار البيضاء ولا في القنيطرة. وحنا كان نوجه الدعوة مؤخرا على أنه هذه مدرسة مجانية تدارت بالنسبة
لأبناء الأحياء الشعبية مجانا حتى لا يحسوا بالضعف أمام الإخوان ديالهم الميسورين. والسلام عليكم. شكرا.